أهلا بكم مشاهدي برنامج أخبار الشباب في الحلقة 13، فقرات متنوعة وبإذن الله ستنال على إعجابكم. ونبدأ الأخبار بالعناوين: معرض فني يكشف هوايات الأطباء الشباب، وفي النشرة الاقتصادية زيارة لعالم ياسر، وقضية هذه الحلقة الثقافة الشرعية عند الشباب، وفي النشرة الفنية كانت هناك زيارة للدفاع عن النفس للكابتن مصطفى راشد، سينابول كذاب للعزاب فقط في هذه الحلقة. ومن العناوين إلى التفاصيل، خبرنا الأول يقول: شباب تبوك يتنزهون بزلاجات سكيت. انتشرت في الآونة الأخيرة بين أوساط شباب تبوك لعبة التزلج السكيت، والتي يسعون من خلالها الشباب للترفيه عن أنفسهم، ولكن في شوارع منطقة تبوك والشوارع العامة والرئيسية، مما يشكل خطر على حياتهم وهم يسيرون وسط السيارات في شوارع المنطقة. حول هذا الخبر يسعدنا أن نستضيف في مداخلة هاتفية سعادة العقيد محمد بن علي النجار، مدير إدارة المرور في منطقة تبوك. حياك الله سعادة العقيد. أهلا وسهلا، حياكم الله أخي الكريم. يا مرحبا. أول شيء خلينا نتكلم عن هذه الظاهرة المنتشرة الآن في منطقة تبوك وخطورتها سعادة العقيد. أولا أخي الكريم أرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين في هذه الأمسية الجميلة وفي هذه القناة الطيبة بطيب أهلها. حياك الله. لا أحب أن أقول أنها ظاهرة، ولكن أقول أنها قد هو سلوك اقترفه بعض إخواني الشباب من صغار السن أو أبنائنا الشباب صغار السن من خلال استحداث هذه الهواية التي ربما تسبب لهم أخطار متى ما وجدت على الطرق الرئيسية وبين ممرات السيارات والآليات، التي نسأل الله عز وجل أن يجنبهم كل شر من هذه الهواية. اللهم نعم. آمين. اللهم آمين. سعادة العقيد، يعني كيف تتعاملون أنتم مع هؤلاء الشباب اللي يقومون بهذه الرياضة خلينا نقول؟ الحقيقة أول شيء ننتهز هذه الفرصة أني أهيب بإخواني المواطنين بالمحافظة على أبنائهم من هذه الظاهرة التي بدأت الآن نلاحظها في شوارع مدينة تبوك، وأركز على أولياء الأمور بأن يجب أن ينمو سلوك الوعي وسلوك المحافظة على هؤلاء الصغار من خلال إيجاد المواقع المناسبة لهم، لا سيما وأن حكومتنا الرشيدة يدها الله ممثلة في أمانات المناطق أوجدت مواقع لهذه الهوايات من خلال الحدائق العامة، والتي بفضل الله عز وجل في مدينة تبوك تكثر ونشاهدها ويلمسها القاصي والداني. نعم. هذا صوت المسؤولين إلى الشباب سعادة العقيد من خلالك في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك على هذه الفرصة. شكرا لكم. شكرا لك. طبعا الآن ننتقل إلى خبرنا الثاني، الأطباء يكتشفون هواياتهم. الأطباء صح أنهم ناس دقيقين ومتعمقين في عملهم، لكن برضو عندهم هوايات. عندهم هوايات. خبرنا الثاني مشاهدين الكرام، معرض فني يكشف هوايات الأطباء الشباب. وظف عدد من أطباء كلية الأسنان في جامعة الملك عبد العزيز هواياتهم الشخصية من خلال معرض الجامعة للأطباء الموهوبين، ولم يجد البعض منهم وسيلة تربطهم بمهنتهم سوى هواية الرسم والتصوير، وحصد الطبيب لؤي زمزمي المركز الأول من خلال مشاركته بلوحة تبين معاناة الأطباء. الطبيب لؤي زمزمي الحاصل على المركز الأول في مسابقة المواهب معنا الآن على الهاتف في برنامج أخبار الشباب. الطبيب لؤي، السلام عليكم. الطبيب لؤي حتى يأتي، يعني أول شيء احنا نبارك لهذا الفوز، نقول ألف مبروك، وحقيقة أنه في مواهب جميلة عند الأطباء. معنا الآن على الهاتف، نرحب بك دكتور لؤي على في برنامج أخبار الشباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في برنامج أخبار الشباب. الله يحييك إن شاء الله. دكتور لؤي، أنت الحاصل على المركز الأول في مسابقة المواهب، بداية كيف رأيت المعرض؟ والله في الحقيقة المعرض كان صراحة جدا رائع، يعني صراحة كان فوق المتوقع، يعني ما شاء الله، يمكن ما توقعت الصور ما شاء الله جميلة، والمشاركات من الفنانين الموهوبين ما شاء الله من الزملاء، يعني ممتاز. دكتور كيف كانت مشاركة الأطباء معك؟ معليش ما فهمت السؤال. كيف كانت مشاركة الأطباء معك في هذا المعرض؟ والله صراحة كانت يعني مشاركات جميلة، يعني أنا زي ما قلت لك أنا ما توقعت ألاقي المهارات هذه في الصور، يعني اللي شفتها في نفس المعرض، ف
فصراحة يعني شيء جدا مفرح يعني انه في ما شاء الله مواهب، يعني عشان لا يقولوا برضه الاطباء ما عندهم غير مثلا شغل الدكاترة والاشياء هذه، وانه في مواهب كثير يعني ما شاء دكتور الله. انا كنت بسألك، انتم مهنتكم كاطباء يعني ما العلاقة بين الطب طبعا، وانت ما شاء الله فزت في لوحة فنية، يعني ما علاقتك بالفن والطب مثلا؟ والله يعني تقدر تعتبرها هواية، يعني اكيد كل شخص له هواية يعني فقط، غير مثلا غير العمل الاساسي او الوظيفة الأساسية، يعني تعتبر كهواية، والواحد بيوظفها زي كذا بيستغلها في أشياء، والواحد يحب يشارك في المسابقات يعني بحكم إنه عنده الهواية هذه يعني. ممتاز ممتاز جدا، أتمنى لك الفوز في مراكز إن شاء الله عالمية بإذن الله. الله يسلمك. شكرا لك دكتور، شكرا لك. مبارك له حقيقة، يستاهل، وألف ألف مبروك. وزي ما قال هو ماخذين نظرة إنه إحنا عمليين جدا. دكتور مهد دكتور يعني ما، لكن فن ما شاء الله جميل يعني، فن الرسم. شغل جميل، ومبارك له مرة أخرى. ننتقل إلى خبرنا الثالث مشاهدينا الكرام، وهو أيضا من ابتكارات الشباب الذين ما زالوا كل يوم يتحفونا بأخبارهم الجميلة والنماذج الإيجابية في المجتمع. الخبر يقول: شباب يخترعون عدادا كهربائيا ذكيا. صمم 4 مهندسين من طلاب السنة الأخيرة بكلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة عداد كهربائي ذكي، كإنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى تخصصات الهندسة الكهربائية في المملكة العربية السعودية. عداد ذكي، يعني خلينا نتعرف وش العداد الذكي هذا، مع واحد من المساهمين في هذا المشروع وهو المهندس محمد الغامدي أحد المخترعين. مهندس محمد معي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نبارك لكم هذا الإنجاز في البداية. الله يبارك فيك حبيبي. بس خلينا نفهم والسادة المشاهدين يفهمون معنا، إيش المقصود بهذا الاختراع العداد الذكي؟ طيب في البداية احنا نتكلم عن فكرة، يعني فكرة الفكرة كيف جات. جميل ممتاز. طبعا في البداية كنا نبحث عن فكرة تعود يعني بثمارها على المجتمع. اوكي جميل. وتعبنا في دارة الصراحة يعني، الى ان سيدنا الدكتور عبد العزيز العثمان المشرف على المشروع على فكرة الترشيد عموما. يا سلام. فكان من ضمن الافكار ترشيد الماء او ترشيد الكهرباء، لانه هذه المشكلتين بيعاني منها المملكه العربيه السعوديه يعني الان في الوقت الحالي. صحيح، كلام سليم. فبحكم تخصصنا انا والشباب اللي معايا اللي هم المهندس ريان حمصاني والمهندس سعيد عبد الله كدسه والمهندس عبد الله الشهري. يا سلام. فبحكم تخصصنا انه في الهندسه الكهربائيه اخترنا ترشيد الكهرباء. بمعنى يعني بمعنى تنظيم استهلاك المستخدمين. فكرة جميلة ورائعة جدا. طيب خلي تعرف على الجهاز الآن بعد ما عرفنا كيف جاءت الفكرة. طيب الجهاز بيتابع الوقت والتاريخ. بمعنى أنه مجرد يدخل فترة الصيف، الثلاث شهور الصيف، بيراقب العداد استخدام المستهلك في وقت الذروة من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 5 عصرا. جميل. فهذا الوقت في هذه الشهور من السنة بيكون استخدام المستهلكين زائد بسبب ارتفاع درجة حرارة المنطقة. صح. وكمان في سوء وعي وسوء تنظيم للاستهلاك. فإحنا شفنا إنه العداد هذا لو بيساعد المستخدم في تنظيم استهلاكه هيعود علينا يعني توفير طاقة كبير. جميل جميل جدا. العداد كيف عمله؟ طريقة عمله؟ أيوة. العداد بيراقب الاستهلاك المستخدم. إذا تجاوز حد معين مخزن في العداد، أي، يبدأ يعطي إنذار. حلو. صوت وضوء. بينبهه إنه هو قرب من الحد اللي هو يعني الحد الغير الأعلى. مفترض ما يتجاوز الحد الأعلى. أيوة. طب مثلا المستخدم تجاوز واستخدم اشياء اكثر او يعني احمال اكثر، فالعداد بيبدا يدبر على السعر. طيب جميل. اوكي حلو. طيب المستخدم كمان تجاوز، مو معقول يعني انه بيقعد يدبر على السعر على طول. فارتعل انه بيكون جزء من البيت او جزء من الحمل الاقل اهميه يقطع العداد. يعني من خلال هذا الاختراع، العملية هذه تتم من خلال هذا الاختراع والعداد الذكي. نعم.
هذه طبعا باختصار العمليه كيف تصير؟ باختصار ايوه باختصار جميل. يعني وبعد ما يبدا المستخدم يعني تقليل الاحمال بيرجع له الحمل اللي قطعه اوتوماتيكي. جميل جميل جدا، فكره رائعه يا محمد، واحنا نتمنى لكم التوفيق وباذن الله انه يكون هذا الاختراع وهذه الفكره في مراكز اولى وتنالون عليها جوائز وبراءات اختراع عالميه باذن الله. شكرا جزيلا لك. باذن الله ان شاء الله. يعطيك العافيه استاذي. مزيد من الاختراعات ما شاء الله في برنامج اخبار الشباب، دائما نعرض الاختراع. اختراع ثاني؟ الان اختراع ثاني باذن الله. بسم الله. خبرنا الرابع مشاهدينا الكرام، طالبه تبتكر حزاما يحمي الظهر من الانزلاق الغضروفي. ابتكرت الطالبه ميعاد العنزي حزاما يحمي الظهر من الالام والانزلاق الغضروفي، والذي يبين الاسباب التي يحدث بسببها الانزلاق الغضروفي من التصرفات الخاطئه لحركه الظهر من خلال جهاز منبه يعمل على البطاريات الكهربائيه. يعني احنا عندنا اختراعات كثيره صراحه ونفتخر فيها، واحنا كل ما نقول في كل حلقه انه نحاول نبرز هذه الاختراعات، بمجرد ذكرها هذا تقديمها للساحه الاعلاميه، وباذن الله انه يكون هناك اشخاص يتبنون هذه المشاريع ويقومون على تنفيذها واحتوائها. ممتاز عبد الوهاب، احنا ما شاء الله من بدايه برنامج اخبار الشباب تقريبا عرضنا كثير من الاختراعات، وما شاء الله تبارك الله الشباب السعوديين الطموحين ما شاء الله، سواء طلاب وطالبات او شباب وشابات ايضا مبدعين في عالم الابتكارات. طيب. من كل انحاء المملكه ما شاء الله تبارك الله. الطالبه ميعاد حياك الله في برنامج اخبار الشباب. اهلا وسهلا فيك. اهلا ميعاد، انت طالبه ابتكرتي حزام يحمي الانزلاق الغضروفي، بدايه لو تقولين من اين جت هذه الفكره، من اين جاءت هذه الفكره وكيف طريقه العمل؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول ما جاتني فكره البحث بدايه شهر 12 لما سمعت بوسائل الاعلام عن خبر اصابه الملك عبد الله بالانزلاق الغضروفي. فتاثرت بما صاب والدي الله يعافيه، وكان دافع لي اني ابحث في الانترنت والكتب عن ماهيه الانزلاق الغضروفي. من خلال بحثي اكتشفت شيء مهم عن الانزلاق الغضروفي، انه التصرفات الحركيه الخاطئه للظهر هو اهم سبب للانزلاق الغضروفي. فكرت انه احنا ليش ما نعمل حزام يقينا من الانزلاق الغضروفي، بحيث انه يعطينا تنبيه صوتي او اهتزازي لكل حركه ظهريه خاطئه. فمره على مره على مره يتعود الشخص يستخدم ظهره بطريقه صحيحه، ما ينحني بطريقه خاطئه، فيقي باذن الله من الانزلاق الغضروفي. ما شاء الله تبارك الله. يعني ميعاد انت بدت الفكره عندك من يعني اصابه والدك، اسال الله ان يشفيه باذن الله. باذن الله نعم. طيب ميعاد، هل لديك طموح لان يكون في متناول الجهاز هذا في متناول الجميع؟ طبعا طبعا، اتمنى انه الشركات تتبناه، خصوصا انه سعره مو عالي مره، انه ما يكلفك يمكن 60 70 ريال على الكثير. ما شاء الله، اتمنى انه الشركات تتبناه واحصل على براءه اختراع بسرعه. عرضتيه قبل كذا اختنا ميعاد؟ هلا؟ عرضتيه على شركه قبل كذا؟ لا للاسف. طبعا الفكره ان شاء الله مستقبليا، نتمنى ان شاء الله احدى الشركات باذن الله ان ترعى هذا الاختراع الجميل جدا والذي يفيد المجتمع باذن الله. شكرا لك ميعاد. العفو. شكرا لك. العافيه ميعاد، واحنا دائما نقول نتمنى دوام الصحه والعافيه على والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، انتهت اخبار هذه الحلقه وقضيتنا. بعد ان نتابع النشره الاقتصاديه سوف نتحدث عن الثقافه الشرعيه عند الشباب بعد ان نتابع، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدي برنامج أخبار الشباب في النشرة الاقتصادية. نشرتنا اليوم غير، زيارة لعالم ياسر 22500 فقط تأثيث شقة كاملة. الشباب يقولون كيف؟ خلوكم معنا نعرف ذلك في النشرة الاقتصادية. السلام عليكم. السلام على آخر الدعاء. الله يسلمك ويبارك فيك. اللهم لك الحمد. الله يحييكم. حياك الله سيد ياسر. سيد ياسر، النشرة الاقتصادية 22500 فقط تأثيث شقة كاملة، الشباب يقولون كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عالم ياسر بيقدم خدمة فريدة من نوعها للشباب المقبل على الزواج، حقيقة حصاد سنين حاولنا نقدمه من طبق الذهب للشباب المقبل على الزواج، سعر رمزي 22500، 35 صنف أساسي في بيت حياة سعيدة بإذن الله عز وجل. الشقة كاملة 35 صنف كامل بإذن الله، وإحنا مسوين شقة نموذجية، تفضلوا نشوفها معنا. نبغى نشوفها. بسم الله. الله يحييك. طبعا حاولنا نجسد شقة نموذجية بالكامل عشان توصل الفكرة، لأنها فكرة جديدة للشباب ويلتمس الأثاث اللي حياخده. طبعا حاولت أجسد شقة نموذجية بسيطة توصف فيها ال 35 صنف ويلتمسها الشاب ويعيش حياته على أرض الواقع قبل ما يمتلك الأثاث. هذا الآن أول، إحنا الآن متواجدين في قسم مجلس الرجال، حنبدا شرح بسيط سريع على المنتج وبالتسليط بالليزر على الاصناف اللي احنا ناخذها. عندك الكنب
عبارة عن 7 أشخاص صناعة وطني، اسفنج بالماء أزرق، مطاط إيطالي، عليه ضمان 3 سنوات بالإضافة إلى السجاد والتلفزيون 29 بوصة مسطح، مكتبة تلفزيون ولوحة فنية وستارة أمريكي 2x2 و4 مكيفات 18000 وحدة بارد حار الزامل. حرصنا على أنه يكون منتج وطني. وطاولات الشعر. هذا اللي يخص مجلس الرجال. ننتقل الآن غرفة المعيشة ومجلس النساء، احنا نسميها مع بعض، اللي هي عبارة عن كنبس نفس النظام 7 أشخاص وسجاد ودفاية وجهاز دي في دي وهدية شاشة LCD للي ياخذ الشقة كاملة وطاولات الشاي وساعة حائط وستارة ومكيف ولوحة فنية وجهاز هاتف. هذا اللي يخص قسم مجلس النساء. غرفة متكاملة اقول. اكيد. ننتقل لأجهزة المطبخ، طبعا أجهزة المطبخ عنده ثلاجة 395 لتر. ثلاجة. تفضل. طبعا كل شيء موصل بالكهرباء عشان نعيش جو بيته بالطبيعه. عنده غلايه مويه، مقلاه زيت، فرن الجزيره ستيل كامل 90x60 تشغيل ذاتي، ميكروويف في عندنا حاليا 30 و40. في حاله انه بدات الكميه تقل ننزل الخيار البديل طوالي عشان يلتمس المنتج اللي بياخذه. عندك خلاط العصير، خلاط الكيك، طبعا شركه اي تي سي العمودي، حرصنا على انه تكون شركات معتمده في البلد. طاوله طعام 4 كراسي. طاوله هذه معاها يعني ما شاء الله. نعم. وبرادة مويه بارد حار وطفاية حريق، يعني أجهزة مطبخ متكاملة بالكل. طفاية الحريق عشان السلامة. نعم أكيد، لازم الشقة تكون مثالية بشكل صحيح. ننتقل الآن إلى لغرفة النوم. غرفة النوم هي أساس عالم ياسر، وإحنا مجالنا التصنيع لنا 8 سنوات، وحقيقة الفكرة جتنا من هنا، سوينا دراسة كاملة، الفكرة لها 4 سنوات. أخذنا وضع الشباب، العقار، الدخل الفرد. فحاولنا انه نقدم له حاجه تخدمه بالكامل. فالشقه عند من ضمن الشقه غرفه النوم اللي هي مكونه من 6 قطع، اللي كرسي والتسريحه وكمدينتين وسرير 2x2 ودالوب 2x40x2 تعليق تصفيف تعليق. وطن مصنعنا احنا، عالم ياسر احنا اللي نصنعه. بالاضافه الى المرتبه سليب رويل من احد الشركات الوطنيه الجيده في المراتب والممتازه حقيقه بصفه تعاملي معهم فتره طويله. طبعا عنده مفرش 8 قطع وابجورات غرف النوم بالاضافه للستاره والمكيف وشماعه الملابس. طبعا عنده 4 مكيفات. طيب الاسئله الان ما شاء الله تبارك الله، مجلس الرجال ومجلس النساء والمطبخ، اجهزه المطبخ وغرفه النوم 35 انتهت؟ لا باقي غرفه الخدمات. نشوفها. ننتقل لغرفه الخدمات مع بعض. ما شاء الله هذه كلها ب 22500 فقط. 35 صنف تعتبر اساسي في بدايه اي شاب مقبل على الزواج. يا سلام. احنا حاولنا قد ما نقدر شقه كامله باذن الله عز وجل، طبعا باستشارات اشخاص. هذا سوينا استبيان خلال 4 سنوات، وضع العقار بالشباب المقدمين على الزواج، دخل الشاب، الحمل اللي يعانيه، الجهد اللي يتعبه، حاولنا نقدم له على طبق من ذهب ال 35 صنف هذه ب 22500. طبعا غرفه الخدمات اللي عباره عن مكنسه وغساله 6 كيلو ونشاره ملابس ومكوه وطاوله كي، والله يكرمكم، جزامه الاحذيه واسطوانه الغاز بلاستيك او حديد على حسب المنطقه اذا وصلها البلاستيك. نعم. ياسر الفكره هي بدات فكره اجتماعيه اكثر من تجاريه. نعم انا سمعت هذا الخبر منك في البدايه. اكيد انا حرصت انها تكون اجتماعيه لانه الشباب يعاني المشكله هذه بالاخص، لانه هي مره بيخضع لها للتجربه هذه تكون صعبه عليه، ولكن لو كان في استمراريه زي انا تكون سهله وبسيطه. احنا في البدايه كنا نقصد خلال 24 ساعه انه نحققه في يوم، الان الحمد لله من تسجيل العقد اقدر خلال 24 ساعه تستلم اثاثك. يعني الشاب 22500 يسلمكم، هي وقع عقده 24 ساعه شقته كامله باذن الله عز وجل. مجلس الرجال، مجلس النساء، غرفه نوم واجهزه المطبخ وغرفه الخدمات. غرفه خدمات ما شاء الله. ايش يبقى على؟ يجيب عروسه تدخل الشقه. اكيد. يا سلام. الله يوفقك. يعطيك العافيه استاذ ياسر، صراحه النشره استمتعنا فيها. مشاهدينا الكرام، نحن ايضا استمتعنا في هذه النشره الاقتصاديه، كانت عن عالم ياسر 22500 فقط تاثيث شقه كامله. انا اقول لكم جيبوا 22500 وتعال على عالم ياسر. واقول ايضا في المسابقه، مسابقه برنامج اخبار الشباب، شارك فيها لانه الجائزه الكبرى هي تاثيث شقه كامله من عالم ياسر. حياكم الله يا شباب، عدنا لكم بعد متابعه النشره الاقتصاديه، والان في فقره خبر وقضيه. وخبرنا يقول شاب يقتل شقيقته عمدا بزعم الدفاع عن الشرف،
وجه مدعي عام محكمة الجنايات بإحدى الدول العربية تهمة القتل العمد لشاب قتل شقيقته دفاعاً عن الشرف إثر معلومات عن تردد رجال على منزلها في غياب زوجها على ما أفاد مصدر قضائي. وأضاف أن الشاب اعترف بقتل شقيقته وهي متزوجة وأم لطفلين دفاعاً عن الشرف والعرض بعد معلومات حول سوء سلوكها وتردد رجال عليها في منزلها في غياب زوجها. وأشار المصدر إلى أنه قبل يوم من الحادث ضبط أشقاء القتيلة وزوجها رجلاً في منزلها، قالت إنه لص حاول سرقة المنزل وسلموه للشرطة ليحال إلى المحكمة. وأوضح أنه في اليوم التالي اصطحب أحد الأشقاء إلى منزل والدتها لتستوضح منها عن هوية ذلك الرجل، إلا أن شقيقها الجاني كان يترصدها وأطلق عليها الرصاص فقتلها. هذا خبر حقيقة مؤسف وينم عن تسرع، عن جهل، عن ما أدري شو أقول بالضبط، لكن خلينا نتكلم ونحلل هذا الخبر مع ضيفنا في الاستوديو هنا في قضية الثقافة الشرعية عند الشباب الإعلامي ناصر سي عبد الله. حياك الله يا أستاذ. الله يحييك أخي عبد الوهاب، وشكلكم هذه الاستضافة الكريمة في هذا البرنامج الناجح أخبار الشباب وفي هذه القناة المباركة قناة المجد. حياك الله أستاذ ناصر. الله يحييك. طيب احنا استمعنا الآن إلى هذا الخبر. نعم. يعني هو تسرع الظاهر في الحكم، أو إيش ممكن نطلق على هذا؟ نعم، أولاً جميل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الخبر الذي قرأت ونقل إلينا يدل على غياب الوعي اليوم، فكما أن في عالم الأزياء موضات، كذلك في عالم الأفكار موضات أخرى وتقاليع وصيحات، فمثل هذه الصيحات هذا يظن أنه الآن بحجة الدفاع عن الشرف يسوغ له أن يفعل ما يشاء، لكن الشريعة أمرت بالتثبت في كل شيء وبالتبين، لأن المسلم قبل أن يحكم عن الشيء عليه أن يعتقده، لأن اعتقاد الشيء هو فرع عن تصوره. فمثل هذه المسألة أو الخبر الذي ذكرت هو نموذج من نماذج كثيرة، ليس فقط في قضية الشرف بل في قضايا كثيرة، في قضايا سرقة، في قضايا أموال، في قضايا تتعلق ببيوت، بأسر بل تنبني عليها أحكام أخرى، بل قد تتخرب دول وتفسد مجتمعات بسبب تصرف مثل هذه التصرفات. فمثل هذا التصرف الذي قام به هذا الشاب قبل أن يتثبت وقبل أن يعرف، خصوصا أن الأصل في المسلم البراءة، والأصل في المسلم العفة، والأصل في المسلم الطهر، واليقين مقدم على الشك، هكذا القواعد الفقهية تقول. فبما أن اليقين مقدم على الشك فلا يحكم الإنسان على مسلم بخطأ أو حتى يسيء به الظن إلا إذا تثبت. فحتى من حكمة الشريعة مثلا في الحكمة من تحريم لباس الشهرة. نعم. لباس الشهرة جاءت مثلا الشريعة بتحريمه من الأسباب، قال أهل العلم، حتى لا توقع المسلمين في سوء الظن بك فيغتابوك، يعني حتى لا يدخلوا في نواياك، لماذا تلبس أنت هذا اللباس؟ لقصد كذا، لقصد الظهور، لقصد كذا. طيب. وكذا تفضل. خليني يعني أسأل السؤال بطريقة أخرى، يعني هل تؤيدني في أنه بعض الأحيان نعاني من ضعف الثقافة الشرعية عند بعض الشباب أو الفقهية تحديدا؟ نعم، هذا لا شك به ولا شك فيه، أن اليوم تعاني أمتنا بمجموعها، وإن كان الخير في كثير من أفرادها موجود، تعاني هذا الجهل، بل الأمية الصارخة والضاربة بأطنابها، وتكلم الناس حتى من غير علم، نبئت يا كليب أن النار بعدك قد أوقدت واستب بعدك المجلس، وتكلموا في أمر كل عظيمة لو كنت حاضرا بها لم يلبسوا. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأساغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فهذا الجهل اليوم جهل صارخ وضارب، وهذا يدلك دلالة حقيقية أن له أسباب. احنا قبل ما ندخل في الأسباب أو حتى تحليل المشكلة بشكل أكبر وحلولها، خلينا بس نتعرف على آراء الشباب حيال هذه القضية. نتابع آراءكم يا شباب حول هذا الموضوع ونعود مرة أخرى. جويته مثلا خيراء له إثم أكبر، لو أنه مثلا ما هو خيراء شيء، يعني زي ما تقول هذا الزمن منتشر أشياء ما أنت عارف لها، يعني حرام حلال زي كده، أحكام يعني زي كده. طبعا هو الأصح أن نسأل المشايخ، إحنا
بس يعني متعارف عند الشباب شفت صاحبك وشيء زي كذا يقول والله يا اخي عندي محكور في ذي المساله وعندي ذي المساله ما عارف ايش معناها. فبنلاحظ انه ذي الحكايه دائما بتنتشر عند الشباب. والله ما اظن في احكام يعني فقهيه، يعني اي شيء ما اعرفه احاول اني ادور عنه. في الاغاني عرفت؟ الاغاني يعني تركتها فتره ممكن مع الشباب زي كذا فاهم بيشغلوا ما بن سجود السهو. ايوه قابلني بعض المشاكل فيه. والله هو التعامل مع بعض الاحكام الفقهيه شويه ممكن يكون صعب في بدايته، لكن لابد الانسان ان هو يؤقلم نفسه. يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم. فالانسان يتكيف بشكل او باخر مع الاحكام الفقهيه والشريعه الاسلاميه. شيخ كنت تعرفه سابقا او امام مسجد اللي يعني تصلي في المسجد ويعرفك وشيء من هذا القبيل، فحتتجاوب معاه يعني احسن، وطبعا لانه كمان صاحب علم فحيفيدك في الموضوع. مزبوط. اذا ما لقيت الجواب الكافي اروح لواحد اعرفه او يعني عنده ثقافه كذا عامه برضه. اذا ما في في شيوخ موجودين في البلد ما شاء الله. في اشياء خاصه الواحد يعني ينكسف يسال، يعني مثلا يسال الشيخ عنه شايف كيف؟ فيحاول يبحث عنها مثلا في الانترنت وفي كذا، فما يعني الواحد ما هو لاقي مواقع لو تنحط زي كذا مسؤوله انه خلاص اذا خشيت ذا الموقع تضمن اذا اخذت فتوى تكون الفتوى مضمونه صحيحه. في الغالب الاهل، اما اذا ما كان عندهم خلفيه على الموضوع فاسال العلماء او اني اكتب في النت اي شيء اسال فيه احد اعلم مني. اول شيء بلجا لولي امري عرفت، بساله عرفت بالشيء هذا، هو اكيد بينصحني بيعطيني إن. ويبقى الباقي علي انا، يبقى الباقي على الشخص نفسه المقصر، هو اللي اذا ما جاهد في نفسه، اذا ما تكلم مع نفسه، اذا ما يعني جاهد انه يترك الشيء هذا، ما لو الاول في الاخير هو والله انا احمل معي في جوالي دائما رغم شيخ شخص اعتمد عليه. ايوه وفي مفتي ايوه في هيئه الافتاء ايوه اثق فيه كل الثقه يعني. اكيد العالم الشرعي المتخصص دكتور في الشريعه، مش من اي حد مثلا متدين بس تشوف متدين تروح تساله، لا من واحد انسان متخصص يعني عالم. تابعنا رايكم يا شباب في هذا الموضوع والثقافه الشرعيه مع الشباب. ارحب بك مره اخرى استاذ ناصر. بارك الله فيك. اطلعت على اراء الشباب في هذا الموضوع وكنا سالناهم في البدايه يعني عن ابرز المشكلات التي يعاني منها الشباب، يعني يمكن لاحظت انت بعض القضايا قد تكون يعني صغيره في بعض الاحيان يعني من ناحيه انها فرعيه ليست من الاصول. صح. سجود السهو او حتى بعض الاحيان في الطهاره والى غير ذلك. تعليقك على اراء الشباب في هذه المشكلات. نعم، اراء الشباب هي نموذج لما هو موجود في المجتمع، فالشاب يقول انه اي مساله تخفى عليه يحاول سؤال اهل العلم، يعني تختلف قضايا الشباب التي يطرحونها، فبين مستقل ومستكثر حسب البيئة التي يعيش فيها الإنسان، فبيئة ينتشر فيها العلم وأهله بخلاف البيئة التي يغيب فيها العلم، هذا حتى في تطبيق الأحكام عليها. فمثلا الإمام مالك بن أنس الأصبحي يقول مثلا أنه لا يعذر الجاهل بجهله، فلكن العلماء فصلوا قالوا إذا كانت البيئة منتشر فيها العلم والإنسان هو الذي فرط فهذا لا يعذر بجهله، أما إذا كان الإنسان في بيئة غاب فيها العلم واندرس فهنا الأمر يختلف. لابد من الشاب أنه يبحث ويبحث في المسائل الفقهية ويعلم ويطلب العلم، بل يجب خصوصا إذا كانت المسائل متعلقة بالعقيدة وبالأحكام وتنبني عليها أحكام فقهية وأحكام شرعية وأحكام جزائية وقضائية وأحكام تتعلق ببيعه وشرائه، فهذه واجب على المسلم ديانة أن يتعلمها، ليس شرطا أن يتعلمها بالتفصيل. طيب. فلكن يتعلمها إجمالا. طيب بعض الشباب ممكن يقول أستاذ ناصر أنه أنا تخصصي هندسة أو مثلا إعلام مثلك أو تخصصي طب أو إدارة إلى غير ذلك. صحيح. لماذا تطلب مني أن أدرس أمر ليس من تخصصي يعني؟ جميل جميل، هذا السؤال جميل ويطرح كثيرا. أولا نقول للشاب بارك الله لك في تخصصك، بل الأمة محتاجة إلى كل هذه التخصصات المشروعة والجائزة، فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على أعواد المنابر، ولكن نريد أن تتحول الأمة كلها دعاة على منبر الإسلام الكبير، الإمام في مسجده، المفتي في مجال تخصصه، المهندس في مصنعه، الطبيب في عيادته، الإعلامي في قناته وفي صحيفته وفي إذاعته. لكن أنت بما أنك مسلم وجب عليك أن تتعلم. صحيح قد لا تقول أني لا أستطيع، نقول تقول أني لا أستطيع أن أتخصص في العلم الشرعي،
فهذا نعم، لأنه لا يتخصص في العلم الشرعي كل أحد. العلم الشرعي يتخصص فيه من اتصف بصفات عظيمة جدا، من بينها سرعة النبأ، من بينها سرعة البديهة والحفظ وطول الزمان وعلو الهمة وصحبة الأستاذ والصبر على والتحمل. إذا كان إنسان لا تتوفر فيه هذه الشروط فنقول له تخصص في أي علم دنيوي آخر ينفعك وينفع أمتك، لكن مهما كانت هذه التخصصات الأخرى الأمور الواجبة والتي تلامس حياتك اليومية هذه واجب أن تتعلمها مهما كان هذا التخصص. أولا لماذا؟ أولا لأنك مسلم والإسلام أمرك بهذا، أن تعرف عقيدتك، لأن على مدارها الجنة والنار. صحيح. مسائل الطهارة، مسائل كذا، ومسائل قد تأتي حسب المناسبة، مثل الحج. إذا أتى الإنسان الحج، إذا أردت الزواج فعليك أن تعرف أحكام الزواج حتى لا تقع في الطلاق. لذلك قال عمر بن الخطاب الفاروق: لا يبيع في سوقنا إلا متعلم. لماذا؟ لأنه لو تعلم ما انتشر عندك الربا ولا الحلف الكاذب ولا الغش ولا غيره. كذلك لو تعلم الناس أحكام الزواج وأحكام الطلاق ما كثر الطلاق لهذه الدرجة. يعني هذه المسألة، هذا الأمر الأول لأنك مسلم. ثانيا إشباع للفطرة النفسية والحاجة الغريزية. يعني الأصل أنه الإنسان تجده يريد أن يستكشف ما لا يعلمه، وهذا موجود حتى في دراسات علم النفس، أن الإنسان من طبيعته حب الاستكشاف وحب معرفة الأشياء. فإذا كان يأتي لمرات ببعض دقائق الأشياء في الجوال أو في السيارة يريد أن يعرفها بتفاصيلها، فدينك أولى، لأن عليه أساس سعادتك في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث كذلك، لأن لماذا تتعلم وهو من غير تخصصك؟ لأن العلم شرف لك. أبو جهل عمرو بن هشام لو تقول له يا عالم يفرح، كفى العلم شرفا أن ينتسب إليه، أن يفرح بالانتساب إليه من ليس منه، وكفى الجهل مذمة أن يساء أن لا يفرح به وإن كان اتصف به. يعني الإنسان لو هو جهل تقول له يا جهل يغضب، على الرغم أنه جهل حقيقة. الأمر الرابع كذلك، لأنه بعض هذه العلوم ينبني عليها أحكام، مثل أحاديث الدجال اليوم، مثل أحاديث أشراط الساعة. طيب إحنا الآن كنا نتحدث عن لماذا نطلب العلم الشرعي أو نحرص عليه، لكن خلينا يعني ندخل في موضوع يعني آخر، وهو ما هي الأشياء التي لا بد للطالب أو للشاب أن يتعلمها أو أن يكون على دراية بها، أشياء لا يسعه أن يجهلها. جميل. العلماء تكلموا في كتبهم المتفرقة في الأصول خصوصا عن ما لا يسع المسلم جهله، وهناك كتب مفردة ما لا يسع المسلم جهله، مثل كتاب لعياض بن نامي السلمي. فالمسلم مثل أمور العقيدة، لأنه ما خلق الله الخلق وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وما قام سوق الجنة والنار وما شرع الجهاد إلا لأجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم ابتداء، لأن الإنسان إذا تكلم من غير علم كما قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فإنه يفسد أكثر مما يصلح. وكذلك مثل ما قال عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، على الإنسان أن على طالع على العالم أن يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. فتعلم مثل هذه المسائل في أمور العقيدة، مثلا انتشار السحر عندك اليوم، هذا واجب على المسلمين أن يحذروه سواء في القنوات أو في غيرها. تعلم أحكام الطهارة التي تلامس حياتك اليومية، أنت مطالب أيها المسلم أن تصلي 5 صلوات في اليوم، كيف تتوضأ، كيف تغتسل. الأمر الآخر من الأمور التي أراها خصوصا في هذا العصر تعلم فقه أشراط الساعة، لأنه فرق بين أن تعلم أشراط الساعة وهي العلامات، لكن فرق وفرق أن تتعلم الفقه فيها. من الفقه فيها أنه مثلا بعض العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يظن الناس أنه كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة فهو محرم. مثلا فشو التجارة ليس محرما. في بعض الأحيان عند الناس في لا يعني خلينا نقول لخبطة في الأمور الحلال والحرام، ممكن تتداخل الأمور عليهم. صحيح. طيب ذكرنا احنا مع الشباب إلى من تلجأ في حل المشكلات الفقهية، وأنت الآن تتكلم عن بعض الأشياء التي فيها تداخل عند بعض الناس. إلى من يلجأ الشاب في حال أنه أشكل عليه أمر فقهي أو احتاج إلى فتوى أو إلى غير ذلك؟ صحيح. لا شك أن الإنسان يعود إلى ما أمره الله به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء الربانيون الذين اتصفوا بالسنة قولا وعملا وسلوكا ظاهرا وباطنا، فمستحيل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. صحيح. والإنسان يسأل من يثق في دينه وعلمه، أمرين، ففرق بين الدين وفرق بين العلم. مثال، قد تجد
رجل محافظ على الصلاة في الصف الأول ما شاء الله يصوم الاثنين والخميس لكنه ما تعلم، هذا ما يسأل في الدين لأن تعبده له، يقول له جزاك الله خير. وكذلك رجل عنده علم ربما حتى يحمل شهادة لكن لا دين له، يتكلم في دين الله من غير علم، هذا كذلك لا يسأل. إذن تسأل من تثق في دينه وعلمه. لذلك قرر العلماء قاعدة جميلة، يقولون المقلد مثل حالنا اللي ما عنده الأدوات والأصول يقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. المقلد مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده، لكن لماذا اخترت فلان؟ أنت مسؤول أمام الله. هل لأن فلان يقول بالتساهل فلازم تختار من ترى أنه يتكلم بالدليل؟ فساعتها إذا عرفت أن هذا من أهل العلم، من أهل الفضل، من أهل الخير، وهو الذي أفتك، فأنت لا تتحمل المسؤولية. لكن ابتداء لماذا اخترت فلان ستسأل أمام الله. فاسأل مثل ما تتحرى تسأل عن أحذق طبيب وأحذق مهندس وأحذق ميكانيكي، فدينك أولى لأنه جنتك. طيب اللجوء إلى المواقع الإلكترونية والإنترنت، ذكروا بعض الشباب أنهم يلجؤون إلى المواقع الإلكترونية، هل هي مصدر خلينا نقول آمن وتثق فيه من ناحية المعلومات الشرعية؟ جميل. أولا أنا الذي أراه في المواقع أنها تساعد على سرعة البحث، لكنها لا تنشئ طالب علم متخصص، قد تنشئ لنا مثقفا لكنها لا تخرج. لكن هو يريد معلومة فقهية، يعني فتوى معينة بما مثلاً. أنه يريد فتوى معينة فيرجع إلى المواقع الموثوقة التي يشرف عليها أصحابها. جميل. العلماء الكبار كهيئة كبار العلماء وبعض العلماء الراسخين هم يشرفون على مواقعهم. أما المنتديات فأنا أقول لا تأخذ دينك من الجرائد، لا تأخذ دينك من منتديات لا تثق فيها. فإذا كان الإنسان في أمور تتعلق به كالزواج يسأل كل من يعرف أن قد تكون له هذه المعلومة ويتثبت، فدينك أولى. فلكن دعني فقط أرجع إلى نقطة، إلى أن الوقت بدأ يدهمنا حقيقة. نعم. أنا أريد أن أرجع إلى نقطة فقط من المسائل التي قلت يجب على المسلم تعلم بعد ما ذكرنا العقيدة والطهارة وغيرها، كذلك قلت لك فقه أشراط الساعة لأنه كثر العبث فيها. وكل واحد يتكلم، كل من هب ودب ممكن يفتي ويتكلم بعد خمس سنوات بعد عشر وبعد سقوط وخرجت المذكرات هذه اللي تنتشر. فنقول أن علم الساعة علم غيب لا يعلمه حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلمه. فأنا أدعو إلى قراءة كتاب فقه أشراط الساعة للشيخ محمد إسماعيل المقدم، وأدعو كذلك إلى قراءة كتاب نحو ثقافة أصيلة للأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر، فهو مفيد في بابه. جميل. لأنه تعلم هذا الفقه كذلك أمر آخر يجب على الشباب تعلمه اليوم، وهو من الثقافة الشرعية التي يجب أن يحصلها الشاب، تعلم فقه الأديان والمذاهب المعاصرة. لأنه اليوم أزمة مذاهب، أزمة تطاحنات كبيرة. صح. أهل السنة حتى تكون لهم شوكة عليهم أن يعرفوا يميزوا السواد الموجود عند الفرق الباطنية. جميل. والمتصوفة وغيرها. الحقيقة أنه الموضوع الظهر شائك جدا، ولا يكفي أن نأخذ في لقاء. صحيح. سريع كهذا ويحتاج إلى حلقات، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وشخص مثلك أستاذ ناصر، رغم أنك متخصص في الإعلام لكن لك تجربة جميلة حقيقة في طلب العلم، نحن نعتز بها هنا في هذا البرنامج، وحاولنا أن تكون هذه رسالة من شاب إلى الشباب. لك تجربة جميلة كما ذكرت، وبإذن الله أنه نكون على تواصل ولقاءات قادمة بإذن الله. تستاهلوا كل خير، وأنا أشكركم على هذا النجاح ومزيدا من العطاءات والتفوق. شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصر سي عبد الله، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الفقرة، وبعد قليل سوف نشاهد النشرة الفنية ثم نعود للعزاب فقط، ابقوا معنا. شاب ودي اعرف ايش هي فنون القتاليه او العاب الدفاع عن النفس. طبعا العاب الدفاع عن النفس مش هي عباره عن لعبه انا بتعلمها علشان ادافع عن نفسي او عشان اضرب غيري فقط لا غير. اكثر الناس بيتعلم دفاع عن النفس لهذه الاسباب، لكن دفاع عن النفس هو اكبر من كده. الفكره حق الدفاع عن النفس هي تشمل الثلاثه اشياء كمثلث متوازي الاضلاع، اللي هي العقل والروح والجسد. يا سلام. لازم الواحد يفهم في الدفاع عن النفس انه هو بيتمرن دفاع عن النفس عشان ينمي عقله بشكل الأساسي، وبعدين الجسم، وبعدين الروح، الثلاثة يكونوا في مثلث متوازي الأضلاع، يعني الثلاثة زي بعض. أغلب الناس يبغى يتمرن مارشال آرتس علشان بس يستعرض أو يعمل أشياء، بس التربية الفكرية هي أهم في المارشال آرتس. مارشال آرتس بدأت من أكثر من 3000 سنة زمان، في الصين وفي الهند وفي دول تانية، حتى في الجزيرة العربية طبعا لينا إحنا يعني
أصل في المارشال آرتس هنا قديم جداً، إحنا يمكن ما نعرف عنه. الناس ابتكروا الدفاع عن النفس والمارشال آرتس كوسيلة للتعايش. مارشال آرتس اللي هي الدفاع عن النفس. هي الدفاع عن النفس. مارشال آرتس معناها فنون قتالية أو فنون الدفاع عن النفس. يا سلام. هم الناس ابتكروها كوسيلة للتعايش، مش فقط للدفاع عن النفس أو إنه خوضوا فيها حروب. إيش هي اللعب؟ أنا أسمع كاراتيه مثلاً، تايكواندو، أيكيدو، هذه كلها دفاع عن النفس. أيوة طبعاً الدفاع عن النفس كثير، في أنواع للدفاع عن النفس، في صيني وفي كوري وفي ياباني وفي ماليزي وفي إندونيسي وفي أوروبي، وفي أنواع كثير طبعاً للدفاع عن النفس. وفي سلات إسلامية مثلا العاب اسلاميه للدفاع عن النفس من اكثر من 2000 سنه طلعت، فهي انواع كثير حسب المنبع حقها من فين طلعت، من الصين او من اليابان او مين ابتكرها. في قديم وفي حديث برضه. الحديث اللي احنا ان شاء الله بنتكلم عنه اليوم هو الام ام ال ميكس مارشال ارتس، اللي هو القتال الحر او القتال المختلط. هذا بيجمع بين اكثر العاب الدفاع عن النفس، بيحطها في لعبه واحده. كيف ان انت لما تكون قدام واحد اوبوننت او خصم ليك، كيف ان انت تسيطر عليه او تفوز عليه سواء انت واقف او انت على الارض. طبعا كابتن مصطفى راشد حورينا كيف احنا ممكن واحد يدفع نفسه وهو واقف وهو على الارض برضه. ممتاز جدا، يعطيك العافيه كابتن محمد. احنا الان نبغى نرجع للكابتن مصطفى راشد وحنخش على جوا على الادوات اللي تستخدمونها ونسالك باذن الله. تفضل، ممكن تفضل. تفضل. كابتن، الفنون القتالية هذا فن كبير صراحة، ودنا نعرف إيش أبرز قوانين هذه الفنون. والله يا عبد الوهاب، يعني زي ما أنت عارف الام ام اي يعني فن ما هو جديد، هو عبارة يعني عن خليط من الفنون القتالية، يعني قوانينه متشابهة نفس قوانين الملاكمة والكيك بوكسينج والجيجيتسو والجودو والألعاب كلها، بس اللهم هنا سووا ميكس خليط من الفنون، فهمني؟ طبعا في عدم تكافؤ المباراة، لو لاحظوا في فرق في القوة، في لاعب منهم بدأ ياخذ ضربات، خمس ضربات ورا بعض وجهه ومو قادر يسوي اي دفاع فيوقف اللعب على طول. اوكي إيه. إيه. وطبعا في اللي يفوز بالنقاط يكونوا اثنين خصمين، يعني هو عند مهارته بنفس مهارتي بس، فبالطبع ما يمديك تفوز عليه لا بالسمشن او استسلام او ضربه قاضيه، فاهمني؟ فلازم تفوز عليه بالنقاط، تكون كلها نقاط. طبعا يكون في حكام يحسب النقاط، هذا اللكمات اللي جات في الوجه، كم لكمة وصلت لي في الوجه، كم لكمة وصلت لي في البطن، فاهمني؟ ممتاز. طبعا هي لعبة بين اثنين، بين شخصين ولا بين مجموعات؟ هي تكون يعني بين مجموعات، هذه ستريت فايت في الشارع، يعني لو دفاع عن النفس، دفاع عن الاهل، عن الحرامي، لو جو اثنين ثلاثة يمديك تدافع عن عدد يعني. لكن هي في البطولة بتكون أنت مان تو مان، رجل لرجل يعني، واحد لواحد. طبعا الميكس مارشال آرت يعني اللاعب اللي قدامك ما يلعب لعبة واحدة، كاراتيه أو كونفو أو ملاكمة، لقيه يلعب عديد. إيه يعني التايكوندو يستخدم رجله بس، فاهم؟ فممكن لو مسكته وطيحته ما يقدر يخارج نفسه، فاهمني؟ فاهم الفكرة؟ الملاكمة يستخدم يده بس، ممكن يمديك توصله برجلك. فلما ما جابوا فكرة يعني هي ما هي جديدة، يعني ميكس بس. ممكن نروح نشوف الأدوات اللي تستخدمونها. تفضل الله يحييك. طبعا زي ما انت شايف هذا الميت للبوكسينج، ميت بوكسينج. هذا الميت كيف فين يكون هذا؟ اها هذا في اليد، يعني وقت لما ايوه هذا اضبط اللكمات للاعب، كيف الجاب، كيف يقدم الجاب، الكروس، هذا الكروس، هذا الجاب، بس لازم يدك الاثنين تكون على وجهك يعني كذا. ايوه بالضبط، ممكن اسويها. هذا كروس، هذا كروس، هذا الجاب. طبعا يدك الاثنين فوق، حلو. الجاب لازم تروح، الكروس تكون مكان وجهك، لازم تحمي وجهك، لو ضربت الجاب ويدك تحت الكروس مفتوح. هذا طبعا المت يعني عشان اضبط اللكمات للاعب، كيف اخليه يسوي دريل مجموعه من اللكمات متسلسله، فاهمني؟ يا سلام، ممتاز. طبعا هذا الكلابس حق البوكسينج. اوكي، انا شايف انواع هذا. ايوه هذا ايوه، ولا هو نفسه؟ لا هو نفسه، هذا كلابس البوكسينج، فاهمني؟ هذا كلابس المت. ايوه وقت ما تلعب على الميت لازم تلبس الكلابس. ايوه يفرق هذا عن ايوه، شايف هذا تلاقي فيه الصباع كذا. اوكي طبعا هذا واقي الراس، يا سلام. لازم اللاعب يكون لابس واقي الراس. العب انا دحين يا كابتن، دحين نتضارب انا وانت ترى. ايوه الله يحييك، جيب لي واحد مبتدئ بالله، خلني اشوف عليك. اجيب لك ها كابتن، اجيب لك محترف عشان تكون اول مره لا كابتن، جيب ونشوفك على طول يعني. جيب له جيب لي واحد تو مبتدئ الان، عشان ايش ابدا يعني؟ ايش رايك؟ عيوني لك. والله تكمله لما قاله كابتن محمد عباس، طبعا الدفاع عن النفس يعني منها تنميه
الواحد لما يكون مستواه حلو في القتال او مستواه حلو في شيء معين ربنا شيء من ربنا يعني تلاقي اخلاقه صارت هاديه يعني فاهم. اول شيء تنمى الخلق والدين ايوه هي فيها علاقه عاليه بالدين فاهمني. طبعا الواحد لما يكون يعني مستواه حلو خلاص صار هادي صار اخلاقه هاديه. طبعا عارف انه هو لو لا قدر الله تشاجر مع احد بتكون يعني فاهم سواء حرامي سواء احد مغازلات. طبعا دفاع عن النفس بجميع الطرق. إليكم مشاهدينا الكرام بعد أن شاهدنا النشرة الفنية وألعاب الدفاع عن النفس والفنون القتالية كنت بروح فيها لو تحمس شوية مع كابتن مصطفى. الآن فقرتنا للعزاب فقط ومعنا اليوم ضيف في الاستوديو عبد الرحمن بن محمد جحلان الجحلان ولا بن جحلان بن جحلان حياك الله عبد الرحمن. مرحبا بك عبد الرحمن. اليوم سمعت في حاجة يسمونها سينبون كذاب. أنا ما أدري شو الموضوع ليش كذاب يعني. والله هي تطلق على اسم الأكلة إيه؟ كذا مسمى لها هي سينابول لكن انت اليوم سميتوها كذاب شكلها عشان شكلها ما هي سينابول شكلها. لا سينابول سينابول تاكل اصابعك وراها صدقني. اوه يا شكل عبد الرحمن انا بين ترى انا خبره فيها يعني مسويها للشباب دائما ومره يا سلام يا سلام رايحين عليها الشباب حركات هي اكيد معروفه جدا. طيب عبد الرحمن ايش هي سهله مكوناتها سهله اقدر اجيبها من اي مكان ولا بسيطه جدا عباره عن فطيره فطيره اللوزين هذه فطيره اي لوزين تشتريها من سوبر ماركت او من بقاله او من اي مكان. يا سلام حلو. شوكولاته يا سلام نستيلا اشياء بسيطه جدا ممتاز جدا. طيب نبدا بسم الله يعني نبدأ. فطيره تفاح وفطيره شوكولاته حلو وهذه حليب مكثف وهذا اللي هو الشوكولاته الشوكولاته بس هذي... مين الطبخه يا عبد الوهاب مين اللي ارسل الطبخه؟ ارسلت الطبخه الاخت اميره الورد. اميره الورد سمتها سينابون كذاب فشكله هو سينابون يعني هو الشكل سينابون والطعم ان شاء الله سينابون ان شاء الله سينابون اكيد اهم شيء يجيب حاجه سهله للعزاب. اي بس الشكل مو سينابون الشكل ان شاء الله حيصير سينابون. طيب يلا نبدا عبد الرحمن بسم الله بسم الله على بركه الله. وش هنا العزاب عندنا اهم شيء الاشياء الصحيه اهم شيء الاشياء الصحيه اكيد هذه بسم الله. الثاني يدك الثانيه نلبسك احنا نعد حركات ندلعكم العزاب مشاهدينا اهم شيء انتم العزاب اهم شيء تركزون معانا ادوات السلامه يسمونها الادوات الصحيه دي ادوات الامن والامان اي حاجه خلص عليها بس ادوات الامن والامان. انا شارك معاك ولا اخلي بعيد حبك يزيد ها؟ لا لازم تكون معي يا عبد الله معاك يعني لازم اي يا جماعه الحمد لله بس الحين واحده في اليمين سينابون كذاب يا سلام. احنا زي ما قلنا لكم مشاهدينا الكرام طبعا الطبخات الحمد لله في ازدياد في الفريق الاعداد دائما يقول لنا ان الطبخات دائما توصلهم اول باول الكل حيدخل في السحب باذن الله لكن مو الكل حتعرض في الحلقات طبعا فقره هذه العزاب فقط ندخل في السحب البنات فقط بسم الله نبدا. طيب حبيبي عبد الوهاب احنا اول شيء راح نقطعها قطع صغيره يا سلام طوليه بهذا الشكل يا عيني. لا بس باين من المسكه انك فنان الله يعطيك العافيه باين انك ايش يسمونه هو شيف هو يسمونه شيف الاستاذ شيف الشيف عبد الرحمن الحين معانا. عبد الوهاب انت ما لا تقرب. انا الحلقه الماضيه ما شربت يا اخي لا تقرب الحلقه الماضيه ولا الحلقه الماضيه ما تقرب ابدا صحن لي وصحن له أيه. بس مشكله واحده تفاح واحده شوكولاته في ناس حيدخلون معك في الموضوع ايه واحده شوكولاته مو عرسان مثلا نص الشوكولاته لي ونص التفاح ولا خذ التفاح انا احب الشوكولاته خذ التفاح تمام عبد الرحمن لا ها انا ابغى التفاح انت اي طب ايش قاعد اقول لك انا خذ التفاح وانا اخذ الشوكولاته طب انا ابغى الشوكولاته ايه شوف يعاندني عبد الرحمن يعاندني. طيب الان كذا قطعناها طيب كذا قطعناها الان ندهنها بالحليب المكثف يا عيني انا بس ليش انا بعد بعيد ندهنها اللي هو الحليب المكثف يا سلام حليب محلى ولا مكثف ولا هو محلى ومكثف نفس الوقت يجيب اي حاجه يعني كله يا سلام يا سلام يا سلام يا عيني يا عيني شوكولاته وحركات سينب
طبعا خربت شوي بس معليش. اي خربت شوي. ليش تضحك يا عبد الوهاب؟ ها ليش انا اضحك؟ لانه جاني كلام موجه للعزاب. ما ادري والله المخرج، انا المخرج ضد العزاب ما ادري ليش. هو لانه حركات ظاهر انه متزوج. هم كذا. ايه طيب نرجع للحركات السنابون. طيب ننتهي الثاني الحين. طب هذا بنعطيه سيد احمد عاطف يستاهل عشان خرب. فمقابل هذا الثاني احنا لنا ناكله بسم الله. يا سلام عبد الرحمن. الان هذا ندهن ندهن معك هلعد. تفرج ترى طعمه مره حلو يا عبد الوهاب. اوه انت انا اشوف في المطبخ تاخر عبد الرحمن وحركاته. عبد الرحمن دخلت المطبخ ولا ما دخلته؟ اكيد دخلت. دخلت المطبخ ايه وبدعت في المطبخ شكله. بدعت توني نسوي طبخه للشباب انا. الله حركات. شوف يعجبك الثقه يا بسم الله اللي واثق يعجبك صراحه. الان هذه حط الشوكولاته عليها إيه لانه احنا قربنا من نهايه هذه الفقره. هذه الشوكولاته تفضل. الله يعطيك العافيه. انا ما ادري ايش بتسوي الان. هو السر هنا. شوف هنا سينما ولا هنا السر. يلا يا عيني. ايوه احنا الان يعني هذا عرض الان قدرات. شكله مقفل ولا تسكر. شكله مقفل. ايوه شو قاعد اقول لك. نحرص ان نكون ادوات جديده. احنا دائما نحرص ان نكون. يا سلام. ايوه دحوم. هلا انا شوف كيف عزاب بسم الله. يلا تفضل. الحمد لله خلصت الفقره وانتم باقي. ايوه على طريق نفس طريقه تشيز كيك. يا عيني. حلو المثال. اميره الورد ترى هذه طبختك بس بين ايادي العزاب واصبحت هكذا. والله يعينكم. والله يعينكم. والله شوف يا عبد الله لو انا شفتها في الشاشه كذا ايوه حتكون عذوب صراحه. يا سلام يا سلام. مره ما زي في الصوره مره. عبد الرحمن في الصوره هي مربعات كذا ومستطيلات. انا ما لي صراحه. لا بس عجبك بساطه يا اخي. احنا بسيطين ليش نتكلف ونرص ونسوي. خلاص يا اخي زي ما هي. والله ما اضيعكم العزاب هذا الكلام ده. عبد الرحمن يعطيك العافيه. هذه هديه مقدمه من همزه للثياب الرجاليه على جيتك معانا في الاستوديو. الله يعطيك العافيه واشكر لك واشكر الساده المشاهدين. الله يعطيك العافيه صراحه. والسنابون حناكله اكيد بس انا وانت. ها واحد حنعطيها المخرج. خلي واحد المخرج. طيب عبد الوهاب الان قبل لا ننتهي قبل نختم مشاهدينا الكرام نعود الى سؤال البرنامج. سؤال الحلقه نتابع سؤال الحلقه ثم نعود الى في احدى النشرات الاقتصاديه ذكر احد المتخصصين ان لكل نوع من الايباد اصدارين فما هذين الاصدارين؟ نستقبل اجاباتكم على البريد الالكتروني الخاص بالبرنامج shababnews@gmail.com. وللحصول على إجابة السؤال تستطيع العودة لحلقات البرنامج الموجودة على يوتيوب. شفتم مشاهدينا سؤال البرنامج. وفي نهاية الحلقة نذكر بالعناوين. معرض فني يكشف هوايات الأطباء الشباب. وفي النشرة الاقتصادية زيارة لعالم ياسر. وناقشنا مع الأستاذ ناصر سي عبد الله الثقافة الشرعية عند الشباب. وفي النشرة الفنية كانت ألعاب الدفاع عن النفس. سينابو الكذاب كان مع الشباب في العزاب فقط. ما أدري هو كذاب ولا صدق بنشوف الحين. لكن بعد ما نذكر أنه نستقبل جميع الإجابات الخاصة بسؤال المسابقة على البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج. فقط البريد الإلكتروني وصفحة البرنامج نستقبل عليها أيضا آراءكم واستفساراتكم وأفكاركم. لا نستغني عنكم أبدا. فأنتم رصيد البرنامج الأول والأخير. إلى أن نلتقي في حلقة الأسبوع القادم. طيبتم وطابت أوقاتكم. في أمان الله. تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الأوقات التالية.